طيب مين في رايك ابرز الصفقات او ايه ابرز الصفقات اللي حصلت في 2023؟ يعني شئنا ام ابينا امام عاشور رقم واحد. يعني افضل رقم 8 في مصر دلوقتي بدون نقاش بدون جدال يعني. وان كنت ما زلت مصممه انه امام عاشور لسه عنده كتير بس طبعا رقم واحد في الصفقات اللي حصلت السنه دي امام عاشور. امام عاشور رقم واحد طبعا. ماشي اهو امام عاشور سجل 4 أهداف، 2 مع الاهلي و2 مع ميتلاند وصنع 5 أهداف مع النادي الاهلي. ايوه كده ايوه كده بسرعه بقى بسرعه. ماشي اللي بعده مروان عطيه من اللعيبه يعني وان كان مستواه قل شويه في فتره كان عنده هو فيها مشكله شخصيه مشكله عائليه وهي وفاه والده، لكن مروان عطيه من اللعيبه الاهلي كان محظوظ بيهم السنه دي. مروان عطيه تحول من لاعب اصلا مشكوك في مشاركته لما يجي الاهلي اللاعب بيتحط وبيتحط عليه التشكيل. برافو عليك حلوه دي مروان عطيه طبعا. اللي بعده رضا سليم لما يرجع من الاصابه ان شاء الله ويرجع لمستواه بتوقع ان هو هيبقى من افضل يعني من افضل الصفقات اللي حصلت في الكره المصريه في خلال الفتره الاخيره. يعني انت شايف ان هو الافضل عشان كمان قدم مع الجيش الملكي موسم رائع جدا في نهايه 2023 قبل ما يجي النادي الاهلي يعني. طبعا هو الاصابه يعني جت في وقت كده في وقت قاتل بالنسبه له، لكن هو لعيب قوي جدا وكانت صفقه هائله للاهلي يعني هيبقى في يعني ما حدش هيوصل لمكانه علي معلول عند جمهور الاهلي بس على الاقل هيقرب يعني يبقى من الناس اللي محبوبه بالنسبه لجمهور الاهلي يعني. طيب زيكو من حرس الحدود لزد. حرس الحدود كان رائع وفي زد اروع. ما كانش منطقي ان زيزو هيكمل مع حرس الحدود في دوري المحترفين يعني زيزو زيكو من اكتشافات حرس الحدود الموسم اللي فات ومن اكتشافات زد السنه دي. بصراحه يستحق يعني ان هو يكون من افضل الصفقات اللي تمت السنه دي. عامل جاب 8 اهداف من 9 مباريات مع زد. متصدر الهدافين يعني هو عدى ما بولولو وعدى حسام اشرف. عظيم اللي بعده بوب. اشهر خناقه في الكوره السنه دي. بوب طبعا من الصفقات اللي هتفرق جدا مع بيراميدز لسه برده ما قدمش المطلوب منه قوي بس بوب من اللي كنت بطلع هنا اقول ايه على وشك الانضمام للزمالك انا بقول لكم هو خلص في الاهلي تمام وفجاه لقيته في بيراميدز فجاه احنا عايشين ده من عشان بقى مين عشان الناس دلوقتي تقول لك ايه ده كريم بيدين نفسه. هو كان بيجي لنا المعلومات من الاهلي ومن الزمالك. الزمالك تقول تسال حد في الزمالك يقول لك رضا بوب خلصان معانا. تقول تسال حد في الاهلي ده احنا بنمضي الورق زي اللي حصل مع عمر كمال الايام دي. عمر كمال في الزمالك عمر كمال خلص في الاهلي محدش عارف.